وهلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. اخوان بعرف والله العظيم اني انا اسف الي اسبوع كامل مش منزل فيديو، بس قسما بالله كان طلع لي هون حبه هالقد هيك، فمش منظر لائق ابدا اني اصور فيديو وانزله على اليوتيوب وثم هالقد نافخ. حتنسوا الفيديو وضلكم متابعين على الحبه هالقد طالعه، بس الحمد لله راحت. وبصراحه الاسبوع الماضي كان هيك الحياه كئيبه جدا، والحياه هيك انتم عارفين يعني الحياه صعبه، هي اول 60 سنه بعدين بتهون، بس لازم الحياه يكون فيها شويه اكشن ومغامرات وهيك من هذا الحكي. وبصراحه على قناه اليوتيوب تقريبا منزل 130 فيديو ولا فيديو فيهم اكشن. يا اخوان فيديو اليوم مش طبيعي، عن جد مش طبيعي، يعني كلياته حركات اكشن وحننطب العلامه حمراء مش صفراء. بوصلكم الفيديو كثير 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 ممتاز. المهم يا اخوان، انا لابس بلوزه مكتوب عليها كوتش، شايفين؟ اغلب متابعيني بيعرفوا اني انا غير يوتيوبر، انا مدرب وحكم تايكوندو اردني. فلذلك قبل كم يوم نزلت على الانستغرام انه شو بتحبوا يكون محتوى الفيديو الجاي، ففي واحد بعث لي مسج على فكره يعني فتح لي شغلات في مخي كثير حلوه. يعني انا حكم ومدرب تايكوندو، في حياتي ما خطر ببالي اني اعمل فيديو افضل ضربات قاضيه في التايكوندو. والتايكوندو يا اخوان يعني لعبه جدا جدا جميله. طبعا التايكوندو خليني اشرح لكم شوي عنها. التايكوندو هي لعبه فنيه اكثر مما هي قتال ودفاع عن النفس وهيك. يعني اذا انت ابنك حب انه يكون يعمل حركات كثير حلوه وحركات استعراضيه سجله تايكوندو. اما الواحد فينا بيروح يلعب لعبه عشان يدافع عن حاله بتوجه لالعاب ثانيه زي MMA وكيك بوكسينج ومن حكي هذا. فلذلك لما تلعب بطولات ولما تشوف بطولات تايكوندو راح تصفن صف انه عن جد اوف ما احلى اللعبه. بتلاقي هيك اللاعب فجاه بلف له لفتين ثلاث على الارض، بلف لفه في السماء بتدقعك على وجهك شيء زي هيك. ففيديو اليوم راح يكون كثير اكشن. جاهزين؟ خلينا نحضر الفيديو مع بعض ونشوف رده فعلنا مع بعض. يا الله، هاي الحركه اسمها تيرن كيك. سال اخويانا هون جامد، نشوف بيعدله بقوم ولا لا. طبعا التايكوندو عندنا لما انا اضرب ضربه لواحد مبين للحكم انها مؤثره ويوقع على الارض اللاعب هذا، الحكم ببلش يعدله زي هيك. انا دول ست بالكوري، نت داست ياست الجوب يدل، بس يوصل رقم 8 بتطلع على حاله اللاعب اذا انه مصحصح ولا لا. اذا كان صاحي معاه بحكي له انه تلعب فايت، جاهز مستعد امورك تمام. اذا كان واقع على الارض مباشره بنادي الدكتور بكمل عد للعشرة وبخلص المباراه بفوز اللاعب الثاني. فهيك التايكوندو لما يضرب ضربه مؤثره بعد للثمانية وبستنى شوي وحسب تقييم الحكم انه يوقف المباراه او يكمل المباراه. فانه زي ما شفتوا بس عد واحد اثنين بس مش قادر يقوم اللاعب. شوف الحركه الثانيه، لا هي خفيفه يا دوب هيك عملت واحد اثنين. بس بنات اللي بيلعبوا قاعدين فانه حساسات زياده عن اللزوم. البنات كمل هاي رايزن كيك بس شكلها اجت على عينه عشان هيك وجعته. اخ شفتوه؟ واحد اثنين في رجله، ثنتين وجه، كثير بتلعب الحركة هاي. اخوان اخطر حركة بتلعب في التايكوندو اللي هي باك تيرنينج، بس تيجي بفرجيكم اياها. يعني هاي رجلك والموت، يعني اذا سلخت في واحد تنزل قاضي مباشر. خلينا نكمل. هاي حركة حلوة، هسا حركة زي هيك بهلوانية عادي بتنزل نقاط عادي حسب. هو هسا التايكوندو كثير متطور عن الرياضات الباقية. يعني التايكوندو بلبسوا واقي، هاي السدر اللي شايفينها واقية السدر هاي الكترونية، واقية الراس الكترونية، وبلبسوا برجليهم ساكس هيك عليه سنسورز هون وهون وتحت على يعني اساس انه لما اللاعب يضرب وجه اللاعب الثاني او بطنه مباشرة يعبي قديش حسب القوة ويعبي، يا تنزل النقطة يا ما تنزل النقطة. فهمتوا كيف؟ يعني كل وزن في التايكوندو له باور معين. يعني مثلا الوزن تحت 63 بكون باوره 50%، اي ضربه كانت اقل من 50% ما بتنزل، فوق 50% بتنزل. هذا الحكي للهوجو تبع الصدر هون. اما اي ضربه توجي اي لمسه يعني بس السنسور يلمس الواقي فوق تنزل النقطه مباشره. فاللعب كله الكتروني، وهي الحركه بتنزل يعني يا واحده يا ثنتين. ضربه الوجه ثلاث نقاط، يعني يمكن ست نقاط نزلت له. يا الله هاي الحركه وسخه جدا جدا وسخه. هاي نسميها تعليق رايز في التايكوندو. ترفع رجل بتلزقها هون تمام، هي بتعلق بالواقي او بتعلق هون على رقبته، بتضلك ساحب رجلك هيك التوز تسحبهم لهون، فالرجل الثاني بتكون حره. اذا كان خصره فالت اللاعب بسلخ الثاني وين على وجهه، فثقل جسمك وثقل رجلك كلياته بعبي على وجه اللاعب هاي الحركه، فاغلبهم بينزلوا قاضيات. شوفوا واحد، شفتوا هاي علقت على الواقي، شوفوا هسه بدبلها. هون اللاعب قام لانه يا دوب بس التوز لمسه وجهه، يعني لمسه هون وقام بسرعه، بس هو وقع عشان وزن كامل اجى عليه فعشان هيك وقع. تشربوش بيبسي، بيبسي مضر، بيعمل هشاشه في العظام.
برضو هاي حركة بهلوانية برضو تنزل. هاي الحركة اسمها باك سايد. الباك سايد هاي اذا اللاعب كان جاي عليك ركاض انت بس لف وجهك وارفعها، كعب رجلك كله هون بس لخفة، يعني مع وزن اللاعب وهو هاجم عليك وانت بس ترفع رجلك هون على معدته بنملع. شوف شو صار فيه، شفتوا؟ بعدين هاي مباغت الحركة، يعني تتسلخك شوي بتعمل هيك، بعدين بدك تطلع الدنيا بتفلش زرايق سواد الدنيا بدها توقع. حلو. اللاعب الاول لف سكرو تيرنينج كيك وذاك ضربه على وجهه. رايزنج كيك كاي مش قويه ولا مؤثره، بس انه هون يعني عملت بوش على وجهه، علقت رجله هون وعمل بوش فوقعه بس، يعني هيو قام عادي زي القرد ما شاء الله عليه. هاي هالباك تيرنينج، هاي هالباك تيرنينج، طلع 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 كيف وقع هيك، وقع زي لما تكون تلعب ببجي تسلخ واحد بقوم على وجهه هيك على وجهه على وجهه بوقع. نعم اخت التنكيسي ما وقع، ما عبتش منيح شكلها. اقسم بالله عمت وجهه، لو الفيديو يقدموك يعني يكبروه كمان ثانيتين ثلاث كان بوقع خاودي وقع. هاي كمان باك تيرنينج بس ما اجت، نزل راس. شفتوه؟ ملع وملع فيها عوجه. شوفوا شوفوا كمان مرة. يا عفو الله. هاي زي كيف بدي اقول لكم، هيك 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 القنيه بس تكون فيها جاذبيه وايدك ماسكيتها، واحد يضربها زي هيك توقع، هيك بتوقع انت هيك طولك بعرضك شو ما كنت، بس تركل ضربه هون، هاي مناطق حساسه في الوجه مثلا، بس تركل ضربه هون توقع. شوفوا كيف وقع زي شوال البصل، بتعرف شوال البصل هيك لما تدفي شيء وقع. شوف واحد اثنين عوجه، واحد نزل نزل مباشرة. هاي الحكم مباشرة هيك هنا دول دكتور بيا ألم. ما هو عشق كمل. بنت هاي عيد رقبتي صارت توجع من الباكسايد، باكسايد وين في نص حركها؟ مبدئيا حطت ثم بحوض نعنع رسمي. يعني الصغار بجنن بجنن الصغار لما يكونوا يعرفوا شو يلعبوا، يعني في صغار كثير لعيبه صح، بس برضو في صغار بتحسهم بس اول ما يفوتوا المباراه يعني ببلشوا يلطشوا تيرن يمين شمال يمين شمال يمين شمال، بس في لعيبه زي هيك بكون عارف شو بده بالمباراه، يعني انت فاهم، يعني راحت فات علي تيرن كيك بدي اسحب بعدين اشوطه مش اشوط معاه وهيك. فالولد ما شاء الله عليه. هيك عمل يا عفو الله. قال الحياة بدها شوية اكشن، قال تعبت نفسيا يا زلمة.
حرام اقسم بالله. فشو اسمه هيك التايكوندو عنيف، والله العظيم انه عنيف، يعني خارج اطار التايكوندو بتحس لعبه مش واو، يعني مش شدت ايدك في طوشه. انا عارف كيف تفكير الشعب الاردني والشعوب العربيه، انه بدي العب لعبه عشان اصير اشل الامل الشارع وما حداش يقربني ويخافوا مني واكون قوي بين اصحابي وهيك. لا التايكوندو مش هيك، بدها سبيس بينك وبين اللاعب، يعني انت بدك تعمل طوشه لازم تاخذ سبيس بينك وبين اللاعب، هيك شويه مساحه، عشان اذا بدك تضرب برجلك مش معقول تكون واقف هون، يعني كيف بدك تضربه؟ ركبتك حتضرب هون، فاذا بدك تضرب المسافه الواقعيه بدك تكون هيك. اعلان لشركة بيبسي علني، المهم بتوقف هيك وبدك تضربه على ايش؟ على قدر المسافه، يعني هون توقف عشان تضرب. وانت لاعب التايكوندو بدك تعمل طوشه، وانت قاعد بتفكر بس كيف بدك تاخذ سبيس وايش المسافه المناسبه بينك وبين اللي قدامك تضربه، بتكون ماكل 760 الف كف اخذ واحد وهيك نافخ ثمك بتلاقي. فمش لعبه قتاليه، بس اللعبه هاي جوا الحلبه بتجنن، كثير بتجنن. يعني اي واحد ما بيلعب تايكوندو ولا ما بيعرف ايش عن التايكوندو، فوت شوف، احضر مباريات، شوف نوك اوت لتايكوندو، اشياء كثير حلوه بصراحه، يعني هيك متحمس. بس اخوان حبيت اعمل هذا الفيديو زي هيك. المهم يا جماعه شكرا كثير لكل شخص وصل للمشاهده لهون، ويعطيكم الف عافيه يا رب. وقريبا ان شاء الله راح نعمل تحديث القناه، بعرف انها طولت بس صبرا جميل والله المستعان. نشوفكم ان شاء الله على خير، يعطيكم الف عافيه وسلامات.